ترى العشاء كنخاف من مدرسة عبد الخالق الطرس اللي ما جيت ندوز الجهوي موحد في مدرسة الرازي اللي ما كان عندنا امتحان ديال في العربية والتربية الإسلامية والفرنسية، كان امتحان في متناول سهل بالنسبة لي، فاهم غادي يخرج، بالنسبة لي ما فهمش ما يخرجش، وإن شاء الله نطلبوا النجاح. كانوا أساسيين مرخوفين في الحراسة وما كانش شي نوع ديال غش بزاف وداك الشيء، نطلبوا النجاح الجميع. شكرا. كانت الحراسة مخففة ماشي مشددة وصافي، هادشي اللي كاين. غدا عندنا مادة اجتماعيات وإن شاء الله نطلبوا الخير ويكون تكون مادة سهلة إن شاء الله يا ربي العالمين. معكم اسم ديالي محمد باقاش، قسم أولى باك علوم تجريبية جوج. بالنسبة لامتحان الرائد امتحان اليوم غير في المتناول، وإذا ما كانت شي هادي راه ما كناش غنقولوا. كنا كنطلبوا الحقوق ديالنا، كنطلبوا الحقوق، جابوا لنا واحد المفتش. أنا تلميذة أيام رابط. المهم صراحة هذا امتحان هذا العام هذا كان ساهل بزاف في مستوى، لم نحيد منهجية ولا أسئلة خصوصا فرنسي، والله حتى كان ساهل حيتاش خدمت جهوي ديال 2023 22 21 كانوا صعابين. هذا الامتحان هذا اللي ما جابش فيه النقطة والله لا غير ضيع على راسه، غير العربية كان شوية تعقيدات، أما الحراسة صراحة بلا ما نهضروا عليها والله لا. لا أمور خافة بالعكس، عاونونا والله لا، كانوا تناقل ولكن زعما هذيك الشيء ما كيستاهلش الصراحه. انا في النظر ديالي انا بيدوك وتعملهم وفي الاخر ما احتجتهم شي وشكرا. اسم عبد السماح، مستوى السيزيام اولى باك، امتحان كان في متناول صراحه الفرنسيه، التربيه الاسلاميه كانت في متناول، الحراسه كانت رخيفه، واللغه العربيه كانت حراسه مشدده، وامتحان ماشي في متناول الصراحه، امتحان كان صعيب. معكم يوسف السالم العمراني. طيحوا لنا واحد الامتحان ديال التربيه الاسلاميه صعيب بزاف، والحراسه صعيبه، وما عندنا كيف نعملوا، ما عندنا كيف نعملوا. لا جو مابيل سعد غيلان. امتحان ما كانش في مستوى، حطوا لنا شي حاجات انا بعدا شخصيا عمري قريتهم في الدار، تقلبوا علينا، ما عطاوناش الحقوق ديالنا الدراسيه. زيانه حد قالوا لنا الحراسه كانت صعيبه، واخا وعدونا على اننا ناقلوا. وصراحه الامتحان داز مزيان فهمت، ولكن الحراسه كانت شده بزاف صراحه، لما كانوا شي صغيرات تناقوا داكشي ما كناش ناقلوا وما كنا نعمل والو، ولكن في الاخر ما ناقلناش عاو ما كسبناش ناقلوا صراحه الله. اساسا كانوا مزيرين، ولكن مع ذلك الحمد لله حنايا دوزنا داكشي ديالنا فهمت، الحمد لله داكشي اللي كاين. صعوبة فرنسي ماشي بالعربي، صعوبة كانت فرنسي، العربية مزيان والتربية الإسلامية تاهي مزيانة والحمد لله تيليك. السلام عليكم، اليوم النهار الأول الامتحان، صراحة دوزنا مزيان، اسمي عبد الكريم، وصراحة دوزنا امتحان مزيان كدا، الأجواء مزيانة. فرنسي كان صعيب. فرنسي كان صعيب، والعائلات كيسخفوا هادشي اللي عطا الله، وإن شاء الله نتمناو النتائج يكونوا مزيانين. أنا ديت الباك ودابا عملت الحر باش نعمل عاود، ديت علمي ودابا ديت بغيت ندير آداب باش نعمل بزاف الآفر. شكرا وايمن هو معايا حتى هو، كان الحراسه كانوا مزيانين بحق حنايا بحال السبوعه حاضري الحمد لله. وتشوفوا